بوفرة في البضاعة المعروضة وقلة في الطلب، استقبلت عدن عيد الأضحى المبارك، والذي كان امتدادا في ملابس العيد لما تم ارتداؤه في عيد الفطر الماضي. إنه الدولار وجشع التجار وثنائية وضعت الجميع في هذه المنطقة المحررة أمام أمر واقع، مفاده أن العيد هو عيد العافية، بل أن عيد الأضحى هو الآخر بلا أضحية، فالأولويات هي من تحكم الحالة المعيشية. بالنسبة للمواطن هو من سيدفع الثمن حقيقة في ظل يعني عدم انتظام دفع المرتبات، وأيضا في ظل يعني أنه يعيش على المساعدات الأجنبية والخارجية. بدجاجتين استعاض أحد أبناء تعز أضحية العيد، واقع مرير تعيشه هذه المدينة التي تناقلت قصته وكالة وقنوات عالمية عكست من خلاله تدهور الريال اليمني في المناطق المحررة أمام الدولار الأمريكي، الذي أشعل بصعوده كافة الأسواق المحلية في هذه المدينة المحاصرة التي لم تعش سلما اقتصاديا ولا سلاما داخليا يذكر. جنوني غلاء فاحش، نحن ما قدرنا نشتري التيس هذا الذي بنوا عيد ضحي فيه، التيس بمعادل من 150 إلى 200 ألف ريال، لذلك المواطن صعب عليه أنه يشتري العيد. وبالانتقال إلى الساحل الغربي، شهد هلال العيد غيابا تاما بسبب الاشتباكات الواسعة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي واستهداف منازل المواطنين وقراهم الآهلة بالسكان في عدد من القطاعات العسكرية من حيس إلى الجاح والتحيتة وصولا إلى الدريهم ومدينة الحديدة. وبعيدا عن الموت، كان للخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية توزيع أضحية العيد لعدد من الأسر الأشد فقرا في مديريتي المخا وموزع في الساحل الغربي. وعلى خلاف ذلك في صنعاء، فقطعان الماشية هذه قد رفض الحوثي بها جبهاته تاركا الفقر في أزقة المدينة التي تسخر الميليشيات كافة مواردها وأموالها وأهلها خدمة لما تقوم به من قتال وحرب في سبيل مشروعها. وبرغم كل هذا التدمير الممنهج للحياة تحت راية الصمود، يأبى أهل صنعاء إلا العيش بعيدا عن الموت الذي شبعت منه مدينتهم.